تعرف نيفو. إذا متابعينا ومشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا على قناتكم دائما قناة شوف تيفي. من الإقليم ديال تونات جينا باش نشوفوا جميع المواضيع، البنية التحتية، الطرقات، المنطقة معروفة كذلك بالزيتون. نشوفوا شحال وصل الثمن ديال الزيتون هنا، كيفاش داير الصابة هذا العام، واش كاين شي صابة ولا ما كايناش، شحال كيعطي في القنطار. هاد الأسئلة كلها غادي نحاولوا نسولوا أحد الباعة البيعة الشرائية اللي كاينين هنا على مستوى الدوار ديال بقلعة. وهذا دوار بقلعة، والتذكير في دوار بقلعة كيعطي يعني المنتوج، يعني القنطار كيعطي حتى ال 20، يعني كيعطي حتى ال 20 يطرو في القنطار. فهنا غنسولوا هنا جا، إذا نعاودوا نرجعوا. قلت هنا غنسولوا يعني البيع الشرائية هنا، ونشوفوا الأجواء كيفاش دايرة، شحال كيعطي في كل المناطق. قلت هناك في بقلعة كيوصل حتى ل 20 في القنطار، لأن عندهم يعني الزيتون هنا لا كاليتي والجودة عندهم عالية مرتفعة. في باقي المناطق كيتراوح ما بين 14 16 يعني 15 حتى 18. غنسولوه بطبيعة الحال ونشوفوا القناعات، شارجات الزيتون عاد قبل أول خيرات ديال الزيتون. اللهم يسر وتعسر الجميع. هنا دابا المنطقة معروفة بالموازن، كيكونوا الموازن كل دوار كيديروا الشباب ديال المنطقة الموازن، وكيبيعوا يشريوا، كيديروا هاد يعني البيت بحال هكا وكيبيعوا يشريوا، الله يسر لهم الأمور. كتشوفوا المنطقة إذا قلت هنا دابا الناس كيمشيو يعني للخلا، كما كيعيطوا هنا كيمشيو للخلا كيجيبوا داك المحصول. في التالي كاين اللي كيخليه باش يطحنوا كيجبد منه الزيت، وكاين اللي كيستعملوا، كاين اللي كيعاود فيه البيع، يعني كيجي كيبيع شويه كيبيعو كيدخل منه باش يعيش، وشويه كيخليه للزيت. لقينا عاد هز داك البركه اللي كاينه هنا على مستوى بقلعه. نشاهدوا معنا خويا بخير. شفنا الدريري الاخر اللي بغا يهضر. اذا كما كتشاهدوا معنا غنحاولوا نسولوا مول يعني على الثمن ديال الزيتون شحال كيعطي بطبيعه الحال. بخير هانيا، كي داير؟ مزيان، كي داير الاحوال؟ كاين شي سير تتسري امورك، تتسري امورك. كنشوفوا بطبيعه الحال الله يسر الامور للشباب ديال المنطقه. خويا تحياتي ليك، تبارك الله عليك. احترامات ديال الحضره، الله يرحم والدينا. كي داير الاحوال؟ كي داير كلشي مزيان، ما كاين حتى حاجه فريه، الحمد لله. الحمد لله. انت من الدوار ديال بقلعه؟ بقلعه كتبيع وتشري في الزيتون يعني؟ اي الخويا البركه الخير كاين من 20 لحتى تسمى. نعم 18 17 20 هاي تا هي زيت البقلعه، ما مشيتش شي بلاصه اخرى. وثاني كاين العدد ناقص، كاين 10 12. شحال كتشري دابا؟ شحال داير الزيتون؟ انايا نشريو ب 7 دراهم 150، اللي مكمش هاي تايا مقموع عند الشمس 140، اللي مزيان حتى 150. اللي مزيان يعني كيكون مزيان، كيكون باين واضح. ايوا الا جا شي واحد اول عنده جاب لي الزيتون مزيان فيه، ما يختار التامر راه نزيدو 10 ريال 160. نعم. انا في الدوار قلت لي بقلعة كيعطي مزيان. يعطي مزيان، الناس طحنوا هنايا في الريحة وفي الماكينة، يعطي مزيان الزيت ناضية مزيان والعادل. شحال تقريبا كيعطي في يطرو في القنطار؟ يعطي 17 18 حتى 20 بحال هكا، كل واحد وزعرو تسمى. انتوما كشباب يعني المنطقه كتختاروا يعني كتجيو كل عام كتشريو هكا وتبيعوا؟ كل عام هاي تايا، كل عام بركه هاي تايا، كل عام. نعم نعم. بعد شي اعوام كيعطي 28 هنايا. شحال 28؟ 28 اقسم بالله. 28 يطلع. غير في بقلعه ولا في الدوار كاملين سفران؟ لا هنايا في المنطقه ديالنا. نعم نعم. المنطقه ديالنا. نعم. واخا شنو اللي كيخلي ربما بقلعه كتعطي اكثر من الدوار الاخرين ديال سفران؟ يعني دابا حساب التربه، عندنا التربه الارض سخونه ماشي بارده. نعم. ديال الارض سخونه الزيتون ما يشبعش، ما يبقى فيه الزيت، ما يطلعش هذيك مرجان. نعم. اي الارض سخونه، الفريشه، الرمله، بحال هكا مزيز. نعم. مازال نعاودو نروح فينا لتحت للبنكيه. نعم. او تما. نشوفو خويا. زين. مثالي ما عندك حتى. لا تتشغل.
واخا هنا البنك اه البنك ديالنا عاوتاني نحرسو تما التراكتور يدخل تما يحرس عاوتاني يحرسو ما يتم مزيان مع الارض شبع ماء مع الحرث شبع ماء. نعم يطلع فيها الماء يجي تامر زيتون برقوقي ولكن يجي الطحنو العدد والو خاوي. نعم اذا هنا كيجي تامر يعني ما بقاش في على انه يكون برقوقي ولا خصو يكون الطبيعه ديال التربه اللي فيها الزيتون ياك ماشي التربه لا من التربه. نعم اذا كل منطقه والتربه ديالها كيفاش دايره. اي انت تشوف هذا البليده اللي دايره حتى هي ان الزيتون راه هنا الفوق هذا كيعطي العدد مزيان. نعم هذا البلايص نقول لك ماشي بلاصه اخرى ناقصه هو. نعم واخا خويا العزيز شنو الطريقه ديال الشغاء ديالكم كتجيو في الصباح كتباتوا هنا؟ نباتوا هنايا و نعم ونقيدوا هنايا نتريحوا كل مره شكون واحد يمشي يريح اخر يمشي. غير كتجمعوا لك البركه عاوتاني كتبيعوها كتخليوها عندكم كطيل ولا دغيا كتبيعوها؟ لا رزقنا طار ثلاثه يجي واحد ولا اخر يقول لي نصار جيل تفهم تقلب له او شري اخرى. نعم هي البركه ديالكم اي اللي جا والله تبارك الله. اللهم يسر اخويا اللهم يسر. واش كاين شي صابه هذا العام في المنطقه في تفرانت هنا؟ لا الصابه كاينه تبارك الله الخير. كاين الخير. الخير شحال كيستمر موسم ديال جني الزيتون هنايا شحال تقريبا الوقت كيبقى؟ حتى لشهرين شهرين ونص بحال هكا. نعم كتروج شويه التراوج دابا. اذا كنواصلوا معكم سمعتوا شوفوا يعني التربه ديال المنطقه هي اللي كتحدد الجوده ديال الزيتون. كما قلت حسب التربه ديال المنطقه هنا يعني الزيتون ماشي تشوفوا برقوقي تقول راه فيه برقوقي يعني بحال البرقوق داير بحال البرقوقه. ها الناس كيجنيو شوفوا الصعوبات ديال شوفوا الشجره فين كاينه ديال الزيتون كيفاش الناس كيجيبوها من فم السبع كما كنقولوا بالدارجه. شاهدوا معنا يعني كيجيبوها من فم السبع. شوف من الزملاء التقنيين يبارطاجيو هاد اللايف. المهم كما كتشاهدوا هذا هو الدوار ديال بقلعة المطل على اكبر سد الوحدة اكبر سد في المغرب اللي هو سد الوحدة العملاق. إذا الزيتون كاين اللي كيشري ب 7 دراهم كاين اللي كيشري ب 7 دراهم ونص كاين اللي كيشري ب 8 دراهم على حسب الطبيعة ديال كل منطقة. وهاد المنطقة غنية بالأشجار ديال الزيتون فين ما مشيتي غتلقى الزيتون والناس راه كضرب تمارة عليها ماشي ساهل ساهل كضرب عليها تمارة. شاهدوا معنا يعني كاين الصابة هاد العام هنا الشريف عاد دابا في التصريح فهو كيقول كاينه الصابة. هذه كلها منطقة عامرة بالزيتون. شاهدوا معنا الأشجار يعني الرزق الحقيقي ديال المنطقة يتجلى في الأشجار ديال الزيتون وفي الخروب لان الفلاحه تنشط هنا في هذا لي دومين الاشجار ديال الزيتون الخروب كذلك يعني الاعشاب يعني كنقولوا الزعتر كنقولوا النواره كنقولوا فليو هذه من بين وكاين التقنين ديال القنب الهندي. دابا الان الكيف راه مقنن يعني يتم الشغل في اطار قانون. تبارك الله الخيرات ديال الزيتون كاين هاد العام صراحه كاين الصابه الحمد لله وحتى الثمن يعني مناسب يعني 7 دراهم 8 دراهم لترو ديال الزيت كيدير 80 درهم دابا هنا